يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يسأل عن معاملة، وهي أنه أراد أن يشتري سيارة من بائع، فقال له البائع قدم لي 40,000 مقدما والباقي تقسيط، فقال له ليس عندي 40,000 ولكن بيعني السيارة ثم أبيعها وأعطيك منها 40,000 والباقي يكون تقسيط، فما حكم هذه المعاملة؟ هذا لا يجوز. إذا باعه السيارة من أجل أنه يعطيه 40,000 والباقي تقسيط، هذا لا يجوز. يبيعها عليه إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. أما أنه يبيعها عليه ويشرط عليه أنه يعطيه من ثمنها 40، كيف يبيعها عليه ويشرط عليه يعطيه 40؟ إذن ما باعها عليه إلا بالثمن الذي هو أقل من 40. 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، وإنما الثمن هو الباقي بعد 40. نعم.